من لندن عبر سكايب دكتور أحمد عجاج، الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور عجاج. بداية، هل تقطع هذه التقارير الطريق أمام أي أمال لتركيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي؟ بالطبع ستقطع الطريق، أصلا هو الطريق مقطوع منذ عام 2005 وبعد الانقلاب العسكري الذي حدث في تركيا، وبعد اعتماد النظام الرئاسي أصبحت السلطة كلها بيد الرئيس أردوغان، والرئيس أردوغان يعني مختلف تماما عن الاتحاد الأوروبي في كل السياسات سواء على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الخارجي. على الداخلي نحن سمعنا المفوضية تتحدث عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وعندما تقول انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان هي المعايير التي الداخلية التي تطبقها تركيا لا تنسجم مع المعايير الأوروبية، وهذا يعني يشكل عقبة كبيرة يعني أمام قبول تركيا في الاتحاد الأوروبي. كذلك يعني في قضايا الاستثمار وغيرها، يعني كل هذه الأمور التي تتحدث عنها المفوضية الأوروبية من شأنها أن تؤثر سلبا على صورة تركيا وتجعلها دولة وكأنها غير منسجمة تماما مع الاتحاد الأوروبي. ولكن دكتور عجاج، ما الجديد الذي تقدم هذه التقارير للوضع القائم كما ذكرت حضرتك منذ العام 2016 بعد 15 عاما على بدء هذه المفاوضات في العام 2005؟ الجديد أنه بدلا من أن تتقدم تركيا وتضغط من خلال إصلاحات ومن خلال اعتماد المعايير الأوروبية على الاتحاد الأوروبي لقبولها، الجديد هنا أنها أصبحت تنافس الاتحاد الأوروبي، بمعنى أي أنها لم تعد شريكا أكثر ما تكون يعني عقبة في وجه الاتحاد الأوروبي. انظر إلى الملفات الخارجية وهنا المهمة، يعني في شرق المتوسط هناك خلاف قوي جدا مع الاتحاد الأوروبي وحول التطورات التي حدثت فيه، وفي الآن في أذربيجان هناك أيضا خلاف كبير حول الموقف التركي في هذه القضية. تركيا تعتمد سياسة خارجية وداخلية تختلف تماما عن ما تريده الاتحاد الأوروبي، وهذا الاختلاف سيجعل الاتحاد الأوروبي وتركيا متنافسان ومتضادان، وبالتالي لا يمكن بعدها لتركيا أن تدخل الاتحاد الأوروبي. وأنا باعتقادي أن الرئيس أردوغان قد سلم الآن واقتنع بأن الاتحاد الأوروبي لن يقبله في كعضو، وبالتالي أصبح يفتش عن سياسة مختلفة. وهنا أسألك دكتور عجاج، هذا التوتر الدائم والمستمر والمتجدد في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، هل هو محسوب من قبل القيادة التركية؟ هل تدرك بأنها بزيادة هذه الملفات الخلافية من سياسة صفر مشاكل إلى مشاكل كبيرة مع معظم دول الاتحاد الأوروبي في أكثر من ملف، ربما ستقضي على أي أمال بالانضمام للاتحاد؟ صحيح، يعني لن توجد أمال بانضمام الاتحاد، لكن الرئيس أردوغان يفكر الآن بأنه طالما أنهم لن يقبلوا بتركيا عضوا في الاتحاد الأوروبي ويضعون شروطا بعد شروط ويقبلون دول يعني تقدمت بطلبات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي يعني بعد تركيا بعشرات السنين ويرفضون تركيا، أصبح يعتمد سياسة الضغط على الاتحاد الأوروبي، بمعنى أنه يقول الاتحاد الأوروبي إذا لم تقبلني عضوا فسأجعل حياتك صعبة وستدخل وأحقق مصالحي حتى لو اضطر الأمر. ما الذي يراهن عليه في هذا الضغط على الاتحاد الأوروبي؟ هل هناك أوراق ضغط حقيقية؟ هو يراهن على عاملين، عامل انقسام الاتحاد الأوروبي يعني بين دوله، هناك ألمانيا توقف تأخذ موقفا يعني مؤيدا لتركيا وإن كان ضمنيا، بمعنى أنه لا بد من مسايرة تركيا لأهميتها للاتحاد الأوروبي في قضايا السياسة الخارجية، والثاني الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تأخذ موقفا يعني قويا من تركيا من خلال سياساتها الخارجية في شرق المتوسط أو أبخازيا. انظر إلى ما يحدث في شرق المتوسط وفي أذربيجان، أمريكا لم تضغط على تركيا على الإطلاق، وحتى الاتحاد الأوروبي منقسم أيضا بين دوله، هذان العاملان هو الذي يسمح لأردوغان بأن يمارس سياسة تجعل من تركيا دولة أقليمية تفرض شروطها على الاتحاد الأوروبي وبعدها يضطر إلى التحالف معه، وهو بهذه السياسة يكسب داخليا، لأنه داخليا هو يتراجع الاقتصاد عنده وتزداد البطالة وتتراجع قيمة العملة، لكن هذه المغامرات أو هذه السياسة الخارجية يعني تشد العصب الداخلي التركي وتجعل الناس يؤيدونه، لأنهم يعتبرون أن تركيا تتعرض لمؤامرة من الاتحاد الأوروبي ومؤامرة من أمريكا وأن عليها الضغوط وأنهم سينشئون دولة تركية، وما أردوغان يفعل المستحيل من أجل
تركيا، وبالتالي تزداد شعبيته وبنفس الوقت يحقق ضغط على الاتحاد الأوروبي. يعني دكتور عجاج، هل أمام الرئيس أردوغان وتركيا خيارات واسعة في هذا المجال، الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي، وهل هناك فرصة للاتجاه شرقا باتجاه روسيا والصين، ونحن نعلم أن هناك علاقات أيضا متوترة في بعض الملفات مع روسيا كما يجري في أرمينيا وأذربيجان؟ يعني مع روسيا هناك يعني ليس شراكة، إنما يوجد تنافس حاد وتضاد في المصالح، لكن تركيا تحاول التوافق مع روسيا في مناطق يمكن التوافق عليها، والاختلاف معها في مناطق لا يمكن الاتفاق عليها. لكن مع الصين هناك علاقة وثيقة جدا جدا، يعني الصين هي التي دعمت منذ سنة تدهور العملة الأوروبية، وهي التي فتحت اعتمادات لتركيا، وهي التي يعني أكملت يعني إنجازات اقتصادية في تركيا مثل بناء الجسور التي لم تستطع الشركات التركية بناءها، فحصلت على الأموال من الصين ومن التكنولوجيا الصينية. الصين وتركيا متعاونان إلى أقصى الحدود، وهذا ما يعطي أردوغان يعني فرصة أيضا بأنه يقول إن لدي خيارات أخرى، يتجه إلى الصين من أجل الحصول على ما يريد. نعم دكتور أحمد عجاج، الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا عبر سكايب من لندن، شكرا جزيلا لك. أشكرك وأشكر المشاهدين الكرام.